هذا كنقدموا لكم شوف تي في. اهلا بكم. اشاد رئيس الحكومه عبد الى بن كرام بمصطفى تراب رئيس المدير العام لمجمع شريف للفوسفات الذي قال عنه انه من خيره كبار الاطر المغرب الذين ابانوا عن حنكه كبيره على كافه المستويات. واكد بن كرام اللي كان كيتحدث صباح اليوم على هامش انعقاد اشغال المناظره الوطنيه الاولى للبحث التنموي حول الفوسفات بمدينه خيرات انه يعتزم تقديم الدعم اللازم لتطوير البحث العلمي في المغرب وربطه بالقطاعات الاقتصاديه والصناعيه مساهمة في الرفع من نجاعتها ومردوديتها، موضحا أن المغرب يعاني في الوقت الراهن من إشكالية عدم ارتباط البحث العلمي بالأنشطة الاقتصادية. موضوع آخر، نفت وزارة التربية الوطنية في بيان لها اليوم أن تكون أصدرت أي مذكرة وزارية تدعو من خلالها إلى تدريس المواد العلمية بالتعليم الثانوي التأهيلي باللغة الفرنسية. وجاء في البيان أن الوزارة تعلن أنها تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت أي مذكرة وزارية تدعو من خلالها إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي والتأهيلي، وذلك على عكس ما ذهبت إليه بعض الجرائد الإلكترونية والورقية. علم لدى مصادر أمنية أن مصالح الشرطة بسيدي يحيى الغرب تابعة للشرطة الإقليمية للقنيطرة تمكنت أمس من توقيف شخص مبحوث عنه بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات. وأوضح المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه به بمدينة سيدي يحيى بعد مراقبته لعدة أيام من قبل عناصر الشرطة، مضيفة أنه كان موضوع مذكرة بعد أصدرتها الشرطة والدرك الملكي. في موضوع آخر، قال المتحدث باسم الوزارة الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية في الخبر الدولي، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو اليوم إن فرنسا تؤكد للمغرب دعمها لسياسته الجديدة في مجال اللجوء والهجرة والتي تنظم وضعية اللاجئ وتضمن مبدأ عدم الترحيل. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في لقاء مع الصحافة أن فرنسا اطلعت باهتمام على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي دعا إلى اعتماد سياسة مغربية جديدة في مجال اللجوء والهجرة من خلال صياغة وتوصيات ملموسة وطموحة. في الخبر يدي، أحرز المغرب يوم الأربعاء 3 ميداليات في مسابقة ألعاب القوى ضمن الدورة 7 للألعاب الفرنكوفونية التي تحتضنها مدينة نيس الفرنسية. ونجحت العداء حياة المباركي في منح المغرب الميدالية الذهبية الثالثة عقب فوزها بسباق 400 متر حواجز، فيما احتل العداء جامع سمير المركز الثاني في سباق 800 متر ونال الميدالية الفضية، فيما كانت برونزية سباق من نصيب مواطن ندير بن حنبل. بهذا الخبر كنختموا معكم موجزنا، كنشكروا لكم طيب المتابعة. في